الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أكد معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أن نمط الإنفاق الحكومي لعام 2003 في العراق يعكس توظيف الأموال العامة بشكل أساس لضمان ولاء الناخبين للطبقة الحاكمة على حسب البنية التحتية والمؤسسات الخدمية. وبيّن المعهد أنه نظراً للاقتصاد الرعي في العراق والاختلالات الهيكلية المتأصلة، فإن القطاع الخاص ضعيف ومتخلف ويعتمد بشكل كبير على المشاريع التي تمولها الدولة، مضيفاً أن القيود المؤسساتية والتحديات المالية والفساد المستشري وأوجه القصور في الإدارة تشكل حواجز هائلة أمام هذه المساعي التنموية في العراق. حل العراق في مرتبة متقدمة عالمياً بين الدول الأقل بالنمو الاقتصادي خلال الفترة ما بين 2020 و2024 وفقاً لتقديرات مؤسسة سيور رود الاقتصادية. وحل العراق بالمرتبة العاشرة عالمياً من بين 190 دولة حول العالم كعاشر أسوأ بلد بالنمو الاقتصادي، فيما تركز سوء النمو الاقتصادي في بلدان أفريقيا والشرق الأوسط بسبب كورونا ومن ثم الصراعات القائمة حتى الآن. وبلغ النمو الاقتصادي للعراق خلال هذه السنوات الخمسة الأخيرة سالب 0.8 لياتي العاشر عالميا وثالث أسوأ نمو اقتصادي عربي بعد السودان واليمن. أكد باحثون سياسيون أن العراق فقد 400 مليار دولار خلال السنوات الماضية جراء الفساد المرتبط بشكل رئيس بفساد الأحزاب الحاكمة. وأشار الباحثون إلى أن 260 حزبا شارك في انتخابات مجالس المحافظات ومولت نفسها من خلال سيطرتها على الوزارات ومؤسسات الدولة، مؤكدين أنها تسعى لعرقلة تطبيق قانون الأحزاب وخاصة فيما يتعلق بمصادر التمويل وحظر الأجنحة المسلحة للأحزاب، متسائلين عن جدوى وجود هيئات ومكاتب اقتصادية داخل تلك الأحزاب. اعتقدت النائبة عن محافظة القادسية ضحى القصير تسليم تأهيل 42 حيا في المحافظة إلى شركة واحدة عليها مؤشرات فساد وغير رصينة. وقالت القصير إن هناك مجموعة شركات رصينة ذات قدرة كبيرة على تنفيذ هذه المشاريع ولديها أعمال مماثلة، مشيرة إلى أن هناك رفض لنواب المحافظة على إحالة 42 حيا سكنيا بقيمة 320 مليار دينار لشركة أثبتت فشلها وتقصيرها بتنفيذ المشاريع داخل المحافظة. تمكنت إيران من التقدم على العراق بإنتاج النفط والسوائل الوقودية الأخرى ضمن دول أوبك خلال الربع الأول من العام الحالي 2024 لتأتي بالمرتبة الثانية بعد السعودية، وتراجع العراق للمرتبة الثالثة. وبلغ إجمالي إنتاج إيران من الوقود السائل الذي يشمل النفط الخام والمكثفات 4,442,000 برميل يومياً، فيما بلغ إنتاج العراق 4,400,000 برميل يومياً بعد التخفيضات التي قررها في الإنتاج كتخفيض طوعي ضمن منظمة أوبك. إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن.
ختام موجز إلى اللقاء.